قبل بس ما اتكلم على جيل جوزيه وجيل موسيماني، خليني ارحب نجم النادي الاهلي كابتن وائل رياض شيتوس اللي يمكن كان موجود معانا قريب في فقره الحريف. خلينا نرحب بيه ونستقبل تليفونه. كابتن وائل مساء الخير. نور، ازيك يا حميد؟ عامل ايه؟ منور الدنيا حبيبي، بنسعد دايما ان احنا نسمع صوتك معانا. ربنا يخليك يا حميد، تسلم، ربنا يكرمك. احلى هدف حطيته مع سجلته مع النادي الاهلي يا كابتن وائل ايه؟ من وجهه أحلى نظرك هدف. يعني كنت جبت جون في الدوري العام في بلديه المحله موسم تقريبا 2003 او 2004 حاجه كده يعني، بس كان جون شكله حلو وكان جون يعني كان جميل يعني. بس انا عايز اقول لك ان احنا انت كنت موجود معانا في فقره الحريف، فقره بنعرضها كل يوم سبت وبنطلب من الناس تختار افضل هدف. جماهير الاهلي اختارت لك الهدف بتاعك في توسكار الكيني الماتش بتاع 3-0. جون حلو والله. استقبلتها على صدرك كده وطلعت لها باكورد حطيتها في. على حاجه ثانيه بقى، في جون حلو جدا جبته و في كابتن امير اللي قاعد قدامك ده وانا في المنطقه الاتصالات وهو في الاهلي، جبت جون فيه مميز جدا. كنت بتغل قوي يا شيتوس، كنت بتلعب بغل قوي ليه؟ ايه؟ كنت بتلعب بغل قوي. لا انا وانا مع الاهلي بلعب بغل، وانا ضد الاهلي بلعب. انا يعني ده يعني انت عايز تقول ان امير جول كيفر سهل تجيب فيه جول؟ لا بالعكس، ده جول كيفر كبير، انما انا لعيب كبير قوي. طبعا طبعا. كام سنة مع بعض يا كابتن وائل في الملعب؟ يا أمير، عشرة كبيرة جدا 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 يعني. بدأنا مع بعض في الناشئين، هو أكبر مني طبعا أمير، إنما أنا لما جيت النادي الأهلي سنة 98 كان أمير متواجد، ويمكن صعدت مع فريق 19 سنة في النادي، ويمكن الفريق بتاع 19 سنة في النادي ده اللي هو كان تحت الفيرست تيم على طول، كان من أقوى الفرق اللي موجودة في الوقت ده. ويمكن كان المدير الفني كابتن مختار والمساعد بتاعه كابتن ضياء السيد، وكان امير هو الحارس الاساسي، وكان الاحتياط بتاعه الله يرحمه احمد اكرامي. يعني كان جيل قوي جدا، ويمكن انا يعني كنت الوحيد اللي من مواليد 82 اللي كنت بتصعد مع الفريق ده. فامير عشره كبيره جدا، ويمكن بعد ما بطلت بقيت مدرب امير، يعني في حاجات كده يعني في الكوره بتبقى غريبه ساعات. خلصت طارك يعني، خلصت طارك، خلصت القديم كله، خلصت طاري. انما لا، امير طبعا عشره عمر كبيره جدا 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 في الملاعب وبره الملعب، كمان احنا اصدقاء بشكل قوي جدا. فمن الناس اللي بتشرف بيها وبعتز بصداقتها وبزمالتها وبعشرتها يعني. ايه اللي ما تنساهوش لامير عبد الحميد جوه الملعب او بره الملعب؟ يعني مش عايز اتكلم في الكوره بس يعني. لا امير يعني في مواقف كتير ما انتهلوش، ان احنا يعني زي ما بقول لك احنا عشره، احنا يمكن الموضوع مش ساعتين التمرين بس، احنا اوقات كنا بنخرج مع بعض، بتروح وبتيجي وبتعمل كل حاجه. انما انا انتهزتها فرصه دلوقتي ان انا يعني امير بعد ما اشتغل في التدريب طبعا الموسم ده مع السكه الحديد، عايز اساله بقى على حاجه، لان هو كان من الناس اللي ساعات بتزعل مني لما كنت انا مدربه في الانتاج الحربي، لما كان مثلا يبقى لينا وجهه نظر معينه في اختيارنا لحارس مرمى ولا حاجه. دلوقتي بقى بعد ما بقيت مدرب بقى امير، يعني هل بيبقى في حاجه متعمده ناحيه اختياراتك، ولا بتبقى صناعات للمباراه دي او حاجه للمباراه دي؟ ده سؤال كان نفسي اساله لك. جاوب يا كابتن امير. عامل ايه يا شيتوس؟ وحشني والله. وانت وحشني شيتوس. على فكره من الناس الجميله جدا، وصاحب صاحبه، ويمكن هو رجعنا من 98 يا شيتوس او 97 حاجه كده بالظبط. كنت انا في منتخب شباب ورجعنا، كان اعتقد وائل كان جاي من نادي الجيش. وائل صح؟ بالظبط بالظبط كده. ولما احنا جينا كنت انا ساعتها انا واحمد سيد وتقريبا بلال، كنا منتخب بلال شباب وجايين بقى على التدريب، فجايين من راحه بقى فداخلين معاهم. لما شفنا وائل كان وائل كان جسمه صغير. فلما جينا شفناه في التدريب لقينا هو الوحيد اللي مميز، يعني هو الوحيد المميز في التيم بتاعنا كله. فسالنا يا جماعه مين ده؟ فكان معانا الكابتن ابو العيله اللي هو اللي كان بتاع التاهيل الاحمال بتاع الاحمال، قال لنا ده لعيب جامد جدا وبتاع، ورحنا الكابتن انبسطنا بيه جدا وفرحنا بوائل. يمكن اعتقد وائل اول ماتش ليك وانت معانا اتصعدت، كان اعتقد السكه الحديد في الملعب الفرعي، فاكر؟ مظبوط مظبوط. كنا الماتش 0-0 وكان الماتش كان مقفول،
ونزل وائل قعد يرقص وعدى من بين الناس وحطها، كان اول هدف لوائل معانا في ابتدى يلعب اساسي وطلع مع الفريق الاول على فكره بدري. يعني طلع مع الفريق الاول بدري وهو صغير فمسمع، عشان كده لما لعب في الفريق الاول على فكره وائل جاب جوال كتير جدا كويسه مع النادي الاهلي. بس انا مش عارف يعني هتقبلها مني ولا هتزعل مني، بس انا هقولها لك، انت كنت تستحق كمان تعمل اكتر من كده كتير يا وائل. امكانياتك كانت تسمح لك الحقيقه انك انت في لعيبه كتير في مصر الحقيقه كنت بشوف ان هم يستحقوا يروحوا له بعيد، مش بس في مصر، بره مصر، وانت كنت واحد منهم. مش عارف بقى تقبل او تختلف. عندك حق طبعا، عندك حق طبعا، بس برضو في الاخر في الاخر الاصابات، انا جالي الثلاثه رباط صليبي في رجل واحده، فهي فاهم يعني اللي بيجي له رباط واحد الدنيا بتختلف معاه، فما بالك بقى ثلاثه. أيوة أيوة. وقت قليل جدا، فالحمد لله طبعا الواحد دايما ما بيبصش للي فقده، انما بيبص لربنا اداهوله. الحمد لله على كل حال طبعا طبعا. بس واخد بالك انت يا ابو حميد ان امير ما جاوبش على السؤال. ما انا لسه هجاوب اهو، لسه بقوله عايز اكلمه. يلا يلا كابتن امير. بص يا وائل، طبعا وائل لما جه معانا كان هو احنا واحد صاحبنا. أيوة. وبعدين لعبنا مع بعض، وفجاه انا وفضل وفتح الله وناس وزيدان اسامي وجده اسامي كبيره، صلاح امين او صلاح امين طبعا، وحسن الشامي وعامر، يعني ناس كتير طبعا. مش عايز انسى حد، فمش متعودين ان وائل يبقى بيرص كونزات ومعانا ويا جماعه التزموا ولازم مش عارف نعمل ايه وبتاع. ففي الاول كنا احنا، حتى انا كان موقف بيني وبين وائل انا ضحكت وعمال ابص فمش مصدق، لحد ما هو جه قال لي بص انا في الملعب مدرب، يعني انت ما تعرفنيش. ودي حقيقه، لو تفتكر الموقف ده شيتوس طبعا كان معانا كابتن اسامه عبد الكريم، فانا اتخضيت ساعتها. بس هو طبعا اتخضيت ولا قفشت؟ لا بص اتخضيت. لا خلي بالك يا احمد، عايز اقول لك على حاجه بس عشان امير كده يكمل. نوعيه اللعيبه اللي كانت متواجده منهم امير طبعا كراجل اكبرهم يعني سنا ومقاما وكل حاجه، مؤثرين جدا جدا وساعدوني. لا هي موضوع الموضوع ملوش لا الموضوع ملوش علاقه بتجاوز، ما اقصدش تجاوز، بس اقصد اقول انه في ناس ممكن من موقف زي كده تتخض، لانه انا اتخض. يعني فاهم ازاي يعني الخض قاعد يضحك. الخض الخض يا ابو حميد، لان احنا كنا قبليها فتره خارجين بنتعشى عادي وبنضحك وبنهزر مع بعض والدنيا عادي جدا. وبعدين ايه، بنشوفه جاي مع كابتن شاوي غريب وكابتن عبد الظاهر وكابتن عبد الستار وكابتن اسامه عبد الكريم، فاحنا ايه يعني مش عارفين نعمل ايه. لكن هو كان الموضوع هو امر واقع ان هو مدرب كبير جدا وهيبقى ليه مستقبل كبير جدا، فتعاملنا على هذا الاساس. لكن خرجنا اول ما بنخرج بره الملعب هو بيجي لنا الاوضه اصلا، ما بيروحش مع الجهاز، فيجي يقعد معانا وبياخد شاور معانا خلاص هو واحد مننا. فالقصه اللي هو بيتكلم فيها ان هو كان من ضمن الجهاز، والجهاز طبعا بيحط ناس تشكيل، وكل واحد ممكن يحط حد من وجهه نظره شايفها. فكان بالنسبه لنا احنا دايما كنا نيجي شيتوس احنا ليه ما بنلعبش، فهو كان بالنسبه لنا هو حاله الوصل. فبالنسبه لنا هو كان يعني احنا ظهره وهو ظهرنا، فاحنا عايزين نعرف التفاصيل رايحه فين، ما حدش يقدر يروح لكابتن شوقي يقول له انت ليه ما لعبتش او ما عملتش. فبالنسبه لنا كنا يعني غصبا عننا كل واحد عاوز يلعب، وان زي ما وائل قال نجوم كبار ومحترمين جدا ومؤدبين جدا. مع العلم احمد، بس عشان امير بقى امير ذكي ما ياخدكش برضه في اتجاه تاني. امير مثلا الماتشين ده يعني ما لعبش معانا ماتشين ثلاثه. ايوه انا حسيت انه قعد السيزون كله. حسيت انه السيزون كله قعد على الدكه. يعني هو مش قاعد احتياطي، لا ده لعب السيزون كله وقعد ماتشين. فبيجي يتكلم بقى يا جماعه انتوا قعدتوني ليه؟ بس خلي بالك انت عارف انا كنت زعلت ليه، بغض النظر عن اللعب ومش اللعب. اللي انا عايز اقوله ان هو طبعا اكيد بعد كده اكيد وائل الوضع اختلف. اول ما الواحد بيبطل، اول ما انت بتبطل بتشوف القصه كلها من بعيد من منظور تاني خالص. انك انت دلوقتي بقيت مسؤول. طب انا دلوقتي بقيت مسؤول، الاول كنت بلعب وعاوز العب وخلاص، شايف نفسي بس، ودي حاجه مش وحشه ان الواحد عاوز يلعب. لكن امتى يبقى اسلوبك كويس، امتى اسلوبك يبقى امتى تغل في التمرين عشان تحرج الجهاز الفني. في ليها كذا حاجه، لكن اللي انا عايز اقوله ان الوضع فعلا، انا لما بقيت اصلا مدير اكاديميه النادي الاهلي وبشوفها من ناحيه الولد اصلا صغيرين اللي بيجي يلعب بيزعل ويتقمص، فانا بيرجعني بقى وانا لاعب، فباجي اتكلم معاه اللي هو ما تعملش مشكله اصبر. حتى ابني بيلعب، ولادي الاثنين بقول لهم نفس القصه، ما تتكلمش ما تعملش حاجه. اللي انا كنت ممكن اعمله او الحاجه السلبيه اللي انا كنت بعملها بتنقل خلاصه التجربه لاولادي او لاي حد. فانا لما مسكت في نادي السكه الوضع فعلا كنت شايفه زي وائل بالظبط. ان انا النهارده عندي ثلاث حراس مرمى، فعايز الاعب حد ونفس الثلاثه يلعبوا بشكل كويس. بس الحمد لله كابتن وائل خلي بالك انا لعبت الثلاثه
وخالتي الثلاثه مفيش ادنى مشكله، وكنا مع بعض اصحاب جدا، وحتى لحد اللحظه قريب جدا بيكلموني وبنخرج مع بعض، وما كانوش اصلا عايزين نمشي في نادي السكه. خلي بالك قصه ان امير عزمي مجاهد هيبقى مدرب كبير برضه وقدم استقالته، لكن النادي والولاد الحراس واللعيبه كلهم كلموني اللي هو لازم تقعد معانا احنا عايزين. صحيح. فبالتالي الواحد وهو لاعب او مسؤول بيبقى الدنيا مختلفه، شايف الامور من وجهه نظره هو. بس صح. نورتنا كابتن وائل. بص يا احمد، ان امير يعني شخص محترم ومؤدب وكان لاعب كبير جدا، وان شاء الله في التدريب هيبقى حاجه كبيره جدا، لان ان شاء الله يعني الفتره القصيره اللي اشتغلها في نادي السكه يعني زي ما بتقول ده ما اتقال لي يعني ان هو عمل شغل كويس، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه بتاعته باذن الله ان شاء الله يبقى مع بعض شيتوس. وشكرا على المداخله شيتوس، ان شاء الله قبلك بعد المشوار مع المنتخب الاولمبي في حاجه جديده يا كابتن وائل؟ ان شاء الله باذن الله قريب كل حاجه بقى في وقتها، وان شاء الله. وانا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده. احنا مبسوطين اكتر، احنا مبسوطين اكتر بيك احمد، وبالتوفيق يا امير ان شاء الله الفتره الجايه، ونتمنى تشرفنا قريب ان شاء الله في السادسه باذن الله. شكرا كابتن وائل رياض، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي حبيناهم. احنا الحقيقه بنحب نجوم النادي الاهلي دايما، لان هم يعني خلينا نتفق انه الاهلي مش الموضوع طبعا كوره ومتعه والقاب وبطولات، لكن حتى اللي مالوش في الكوره كابتن امير الاهلي بالنسبه له واحد من اهم اسباب الفرحه والسعاده في الحياه. يعني 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 دايما معنوياتك في السماء، دايما فرحان، دايما حاسس انك انت منتمي لمنظومه مش بس ناجحه لكن عندها